لكن ما حضرتك برضو مشيته حسام البدري والراجل كان كسبان يعني. حضرتك ده صحيح، في فرق بين ان احنا رجعنا من الجابون وكان وقتها راينا ان الرؤيه الفنيه للمنتخب مش هتقدر تواصل في بطوله كاس الامم وفي تصفيات كاس العالم بالشكل ده، فكان التغيير بهدف تطوير. انا ما عنديش اي اعتراض ان اي اتحاد يمشي او ينهي عمل مدرب، لكن ما ينفعش بعد المباراه على طول الناس بتتكلم في اقاله المدير الفني، وبعدين الراجل هيسافر عنده مباراه بعد ايام. خلاص الاتحاد قال والله حتى ما كان يجب انه يقول ان انا هقعد يوم الخميسين، ده معناه ايه؟ ان انا منتظر لما بعد المباراه، ثم اضطر اقول ان انا لا ممكن امشيه، ثم اقول لا احنا ما قلناش هنمشيه، انا هجيب فلان وفلان. فبعد اذن حضرتك المؤامره مش عاملها اللي بره، المؤامره انت اللي متامر على نفسك. طيب.